مشاهدي قناة شوف تيفا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1005 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، 33 حالة وفاة. كشفت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن أول حصيلة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال السنة الجديدة، وأعلنت عن تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 443,146 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1225 حالة شفاء جديدة، يرتفع عدد المتعافين إلى 413,393 شخص، في حين سجلت 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 7485 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 11445 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سيربي 4,056,288 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كيف ما سمعتوا معنا، كشفت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن أول حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال السنة الجديدة، وأعلنت عن تسجيل 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 443,146 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1225 حالة شفاء جديدة، يرتفع عدد المتعافين إلى 413,393 شخص، في حين سجلت 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 7,485 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 11,445 حالة كان مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 4,056,288 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية ووطنية. يعني كيف ما سمعتوا معنا، اليوم تسجلات 1005 إصابة جديدة بهذا الفيروس هذا خلال 24 ساعة، وتسجلات كذلك 33 حالة وفاة، الله يرحمهم الله يوسع عليهم ضيقات القبور. وتسجلات كذلك 1225 حالة شفاء جديدة، الحمد لله على سلامتهم. نعود نذكركم بالحصيلة، كشفت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن أول حصيلة لحالات إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال السنة الجديدة، وأعلنت عن تسجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين كورونا في المغرب 443,146 مصاب. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1225 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 413,393 شخص، في حين سجلت 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس 7,485 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 11,445 حالة كان مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 456,288 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين التزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية بكل وطنية ومسؤولية.